اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله يا ربي رح نحل لكم محل بهذا بارد ومليح، مليح للولاد مليح للكبار ثاني، وبسيط. مقادير هي إطر حليب وخمس ملاعق ونصف سكر وخمس ملاعق مطحون الروز. مطحون الروز يعود مطحون مثل السميد، ما يعودش أرطب مثل الفرينة، يعود كما السميد. نضع الروز هنا في الحليب ونضع السكر، نخلطه هكا درك، نخلطه ومن بعد نديه نحطه على نار قليلة ونخليه يغلي يغلي يغلي، يطيب هذاك الدقيق تاع الروز يطيب والحليب يجمد يعني يختار. ومن بعد نديره في الطبق ولا في الكيسان ولا نديره في اي حاجة تحبي تحطي فيها المحلبي. كي نحطه على النار نبقى نحرك فيها ساعة ونحرك باش الروز ما يصقليش، نقص لها النار خلاص ونراقبها حتى تعقد ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما طاب المحلبي هاو عاد خاثر وضعناه في هذا الكيسان ودركا نزينوه. بعد ما زيناه ولازم كي تزينوه تحطوه في الثلاجه شويه يبرد، هي يبرد شويه كيما الفلان. ودوكا نوريك القوام تاعو. وإن شاء الله تعجبكم هذه الكيفية إن شاء الله، وشاركوا معايا إن شاء الله ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.